السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تتمتع السعوديات ببطن نباتي وحيوان ثري يفتقره العديد من دول العالم، الذي يرجع إلى موقعه المحوري بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. وعلى الرغم من التغيرات المناخية القوية التي تتعرض لها المملكة، إلا أنها تمكنت على مدار قرون من الحفاظ على ثروتها وكنوزها البيئية، والتي تتمثل في 79 نوعا من الثدييات، و99 من الزواحف، و432 من الطيور، و3099 من الفقاريات. جينيسيس تكشف عن أكثر سيارة جذابة في العالم في دوب. كما تحتوي البيئات الساحلية والبحريات على 1280 نوعا من الأسماك، و44 من القشريات، و317 من المرجان، و113 من الطيور البحرية، و2000 من الراخويات. ومن أهم المحميات الطبيعيات في المملكة حمية حرة الحرة، ومن حيواناتها الغزال الرملي والغزال العربي وذئاب وإلقط الصحراوي وثعلب وطائر الحبارة ونسر الذهبي والزقزاق والقبرة. ومحمية عروق بني معارض في نجران، والتي تتميز بكثب أنها الرملية الأكبر في العالم. بخطوات بسيطة تخلص من آلام ظهر أثناء القيادة. ومحمية جزر الفرسان في البحر الأحمر، وتتميز بطن وطيورها البحريات البجع الزهري ومورس الأبيض العينين والفلا منغو. وسعيا للحفاظ على الثروة البيئية بالمملكة، أنشأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق مجلسا للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي العهد.